اتشرف بحضرتك. نائب عرفة مصطفى صالح، حلوان، الدائرة 19، حزب مستقبل الوطن. ايه رؤيتك في برلمان 2021 ان شاء الله؟ ضرورتي مستقبل ان شاء الله يبقى مستقبل جيد، الدائرة 19 حلوان، وان شاء الله ده الاقتصاد ان شاء الله بتاع السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. القياده السياسيه، انا بشكر طبعا القياده السياسيه على المجهودات اللي هي قايمه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر طبعا الجيش المصري والشرطه المصريه، وطبعا على الوعي بشكر طبعا الدائره 19، بشكر حلوان كلها بالكامل، المعاصر كلها بالكامل، والتبين ومايو على المجهودات اللي قاموا بيها معانا كحزب مستقبل الوطن وكنواب. واحنا ان شاء الله باذن الله هنتبنى الصحه والتعليم والرياضه والمصانع كثيفه العماله، وان شاء الله هننعى البطاله بقياده طبعا القياده السياسيه ان شاء الله والمجهودات اللي هم قايمين بيها، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الدائره بتاعتنا ان شاء الله. ايه اهم القضايا والملفات اللي حضرتك ان شاء الله ناوي تتبناها تحت القبه البرلمانيه؟ الاهم قضايا اللي هو برضو ما زال التعليم والصحه والرياضه، عشان دول طبعا ثلاث ملفات مهمين جدا للدائره عندنا، بالذات ان الدائره عندنا فيها بعض المشاكل كتيره شويه، فاحنا برضو عايزين يبقى في مجهودات برضو من ناحيتنا كنواب. والناحيه الثانيه برضو ما زال موضوع البطاله برضو عندنا، برضو عايزين برضو نعين على موضوع البطاله اللي هي برضو التشغيل، برضو ده يهمنا برضو، عشان طبعا كل ما كان التشغيل جيد كل ما كان مشاكل الموجوده في الدائره اقل.